نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة يستعرض فيها سيارته الفارهة الباهظة الثمن والتي تلقاها هدية من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز. ونشر رونالدو صورة له عبر حسابه في انستغرام وهو يقف أمام سيارة مرسيدس دفع رباعي سوداء اللون من طراز مرسيدس جي كلاس برابيس، وعلق عليها بعبارة أتمنى لكم أسبوعا سعيدا. وذكرت صحيفة دوسان البريطانية أن جورجينا أهدت سيارة بقيمة 516 ألف جنيه استرليني بما يقدر نحو 717 ألف دولار لصديقها رونالدو في عام 2020 بمناسبة عيد ميلاد صاروخ ماديرا 35. والسيارة من طراز مرسيدس جي كلاس برابيس مزودة بمحرك قوي V12. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.